مع ساعات الصباح الأولى عرفت مدينة كيهيت وضواحيها هطل كميات من الأمطار أحيت الأمل في نفوس السكان والمنامين بدخول ولاية غورغول أجواء خريف واعد بحول الله. شوارع كيهيت كانت وجهة الكثير من المواطنين مع توقف نزول المطر للتمتع بمظهر رائع يكسر موجة الحرارة التي تعيشها الولاية منذ أيام. كانت هذه بداية موسم أمطار رائعة و جد مهمة بالنسبة للفترة الزمنية اللي جات فيها، وكانت أمطار الحمد لله غزيرة وهادئة ومبشرة بخير إن شاء الله تعالى. كانت نرجو أنها تعود سنة إن شاء الله خريف أكثر من رائع، ونتمنى أن يعم على الربوع الوطن بشكل عام. جات علي هاي السحاب رائعة ما شاء الله وزينة ما شاء الله، سحاب زينة حقيقية أعطتنا ياسر من الفرح وياسر من التمانك في صالح. إن شاء الله نرجو إن شاء الله أنها تعود إن شاء الله سحاب إن شاء الله بياسر من الخير للمسلمين إن شاء الله والناس كاملة ان شاء الله يا ربي. الحمد لله اجواء الخريف هنا في كهيدي ما شاء الله زينه، هذه كانت بدايه مشجعه للخريف. معناها الخريف اليوم دي السنه اللي يعود خريف الحمد لله زين، ومن على المستوى الولايه ما شاء الله اصحابهم اللي جاتنا اليوم ما هي معقوله بها زين، اصحاب زينه ما شاء الله. مصالح الرصد الجوي في غورغول تؤكد ان فرقها تراقب حركه السحب في الولايه في ظل مؤشرات باستمرار هطل الامطار خلال اليومين القادمين. ولعن هاي الوضعيه علينا متابعين هو علينا لأن خلقوا فيها التوقعات اللي لنا الحمد لله علينا عقبت خلقت بواسطة طبعا نحن كممثلين للهيئة هنا وبواسطة الخبراء اللي خبراءنا اللي متابعين الوضعية كامل وقتين نقولوا عنا متابعين إن شاء الله وماكبينه عن ما يجد فيه جديد إن شاء الله وما حسسنا به المواطن والسلطات الإدارية في الوقت المناسب. ولن نقول عنك هذه اللحظات عليه المطر يشهد مطر ظروف حالا لأنها مواتية للمزيد من السحب إن شاء الله تعالى فيما هو قادم. ونختار نقول علينا الناس دائما علينا الناس تتابع هذه النشرات وتقبلها بعين الاعتبار، وعلينا ذاك اللي صادر عن الرصد الجوي هو اللي تولي يعني اللي هي المسؤولة عنه وهي اللي متابعته وهي اللي شكام لطرفي الدور تعلم به السلطات الإدارية في الوقت. ونختار نقول المناطق اللي تعود دائما في بلاصة للسيوع لأنها تعود حذرة وتعود قابلة ذاك بعين الاعتبار. وكانت ولاية غورغول قد شهدت بعض الأمطار مع بداية الشهر الجاري شملت بالأساس مقاطعتي كيهيدي ومقامة. تركزت هذه الأمطار على مدينة كيهيدي وضواحيها في ظل توقعات لمصالح الرصد الجوي باتساع رقعة الأمطار لتشمل مختلف مقاطعات ولاية غورغول. محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي.